السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إخواني أخواتي، تحية لكم، ونتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير في أحسن الأحوال وأحسن الظروف. مرحبا بكم معنا في هذا فيديو جديد، فيديو مهم جدا إخواني أخواتي، لأنه في إطار المواجهة اللي أصبحت حاسمة فيما يخص الوحدة الترابية ديال المملكة بعد الإنجاز الكبير ديال الاعتراف في الولايات المتحدة الأمريكية. شن أنه هناك او هادشي كلشي شفناه اخواني اخواتي على ان هناك هجوم ممنهج غنهضروا عليه كاملين، وغنشوفوا المواجهه مع اسبانيا وبعض الدول، وهناك يعني مفاجاه من العيار الثقيل في انتظار انها تتم ان شاء الله. هادشي كلشي غادي نعرفوه، كذلك ما غاديش نساو الاستاذ الماديني. قبل ما نبدا اخواني اخواتي، كنقول لكم شكرا بزاف، احلى ديديكاس لكم كاملين، احلى عائله مغربي في بروكسل، عائله الحب والاحترام والتقدير المتبادل عفوا اخواني اخواتي، ومرحبا بالجميع في القناه، هذا فضلا وليس امرا اخواني اخواتي. وانا دائما اؤكد على انه القناه للجميع، ما انا هنا الا مسير. اذا اخواني اخواتي، حتى لا اطيل، المغرب بعد الصفعه القويه اللي وجهها الاعداء المملكه المغربيه بالاعتراف ديال الولايات المتحده الامريكيه واعاده فتح مكاتب الاتصال مع اسرائيل، مع مجموعه من اللي حتى يستفيد مجموعه من الجاليه المغربيه وعلى راسهم اليهود المغاربه باسرائيل، هذه كلها امور زادت بينت حقيقة أعداء المغرب. وبالتالي ما بقيناش كنهضروا على الأعداء السياسيين، ولينا كنهضروا حتى على الأعداء يعني الإعلاميين، وكنشوفوا أن هناك ذباب إلكتروني داير واحد الهجمة ممنهجة على المغرب وعلى المملكة المغربية وعلى الشعب المغربي. وبالتالي فإن قناة المغرب ببروكسل كيف ما من قديم، من الاسم الأول ديال القناة والاسم الثاني ديال القناة، وحاليا قناة مغربي بروكسل، فهي دائما مجندة للدفاع عن المجتمع المغربي وعلى قيم المجتمع المغربي وعلى المملكة المغربية وعلى ثوابت المملكة المغربية بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله. وبالتالي فنحن جنود مجندون، وغادي نرد، وغادي يكون رد ان شاء الله قوي. غادي نهضر على واحد الموضوع اليوم، وبالتالي ربما نشوفوا فيديوهات اخرين في ايام قليلة. الفيديو اللي غيكون اليوم هو فيما يخص المواجهة الحاسمه اللي بدات مع اسبانيا. اسبانيا اخواني اخواتي، غادي نمشيو ضربه بضربه، وغادي نمشيو فقره بفقره، وغادي تفهموا مزيان هذا العداء اللي ولا دابا مباشره، واللي بيه الحقيقه ديال اسبانيا، وغنقول لكم اسباب، وغادي نعطيو المفاجاه ان شاء الله. اسبانيا راسلت بشكل حصري الرئيس الامريكي الجديد جو بايدن والحكومه ديالو، اعضاء الحكومه ديالو. هناك لوبي اسباني يشتغل في الخفاء من اجل الغاء الاعتراف الولايات المتحده الامريكيه على الصحراء المغربيه، وإن كان هذا مستحيلا ويعتبر من المستحيلات، لأنه الرئيس دونالد ترامب ما زال رئيس للولايات المتحدة الأمريكية. ومن الغباء، من الغباء على بعض الحكومات أو بعض الأغبياء كإسبانيا وكالجنرالات الفاسدين ديال الجزائر، مع كل أسف فهما تحاولوا يلعبوا في الماء العكر. ما عارفينش على انه دونالد ترامب الاعتراف ديالو كان بصفته كرئيس للولايات المتحده الامريكيه، وتحت الضمانات القانونيه اللي كيخولها له القانون كرئيس، وتحت جميع القواعد والاعراف كرئيس لاكبر دوله في العالم. وبالتالي هاد الناس هادو ما عارفينش فين غادي اخواني اخواتي. المراسله تمت، علاش تمت هاد المراسله هادو؟ لانه اخواني اخواتي انا غنقول لكم السبب. كتعرفوا على انه الاسبوع اللي فات نزلت فيديو قلت على انه كاين هناك قمه مشتركه بين اسبانيا والمغرب، وبالتالي سيتم فتح معبرين في سبته يوم ليليا. بالفعل اللي عقلت على هذا الكلام وعقلت على هذا الفيديو، الملك محمد السادس بعد هذا الاعتراف ديال الولايات المتحده الامريكيه والحكومه المغربيه طالبوا بتاجيل هذا الاجتماع، وهذا الاجتماع المشترك اللي ما بين الدولتين اسبانيا والمغرب. وبالتالي كان عندهم تحفظ على حزب بوديموس او قادرون، الحزب اليساري المتطرف اللي عنده عداء كبير للمغرب ويميل لاطرحه بوليزاريو، لانه المغرب اعترض على الحضور ديال هذا السيد هذا بما انه يعادي مصالح المملكه. اسبانيا لم يعجب الحال، بغينا نقولوا لانه المغرب مستقل في قراراته، نحن نحترم قرار جلاله الملك، قرار جلاله الملك. وبالتالي كانت تاجيل اللجنه المشتركه اللي كانت تعقد نهار 17 في هذا الشهر 12، وتاجلت الى ربما حتى فبراير ومارس، وربما نشوفوا هناك تاجيل اخر، لانه بدينا في الصح وفي المعقول اخواني اخواتي، ولا تنازل عن مبادئ المملكه. وبالتالي المملكه تفرض نفسها كقوه اقليميه ضاربه، احب من احب وكره من كره. وانا كنت قلت لكم اخواني اخواتي انه دقت ساعه الحسم، تفكروا معايا مزيان الفيديوهات، مشكورين الناس اللي متبعين معايا ماشي غير دابا، من ايام القناه الاولى والاسم القناه الاولى
وحتى الاسم الثالث للقناة وهي قناة مغربي في بروكسل حتى يعرف البعض، لأنه كل البعض اللي ما كيعرفناش كيقول لك ربما كاين اللي عرفنا حتى ربما الجلسة أو الوقفة ديال التضامنية مع الأستاذ المغربي في باريس، وهذا من الخطأ الكبير، لأنه قناة مغربي بروكسل قناة يعني الوجود ديالها سنتين، هذه القناة الثانية، أما قنوات أخرى والتجربة الأخرى في اليوتيوب فلا داعي لذكرها. إخواني أخواتي، حتى نبقى في صلب الموضوع، كذلك إسبانيا راسلت أنطونيو غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة وطالبت على أنه يبقى محايد في الأمر. إذا هناك كما قلت لوبي يهودي يشتغل ليل نهارا من أجل ضرب مصالح المملكة. هناك قرارات أخرى ستأخذها إسبانيا وتم التسريب ديالها، وأكدت على أنه في حال إن تم فتح المعبرين سبتة ومليليا فما غاديش يبقاو يعني السلع غادي تخرج، وانما الناس اللي غيدخلوا سبتة ومليليا غادي يكون ب فيزا، يعني فيزا اللي ما كانش عندك الفيزا ما يمكنش انك تدخل لهاد التغرين المحتلين. اخواني اخواتي، هذا تصعيد اخر. الرد جاء سريعا من الحكومة المغربية واكدت على انه طاولة المفاوضات وملف فتح سبتة ومليليا وبالتالي استرجاع سبتة ومليليا فانه جاهز على الطاولة. إذن بعد الصحراء ملف سبتة ومليلية فهو جاهز على الطاولة، ومن ثم ربما إسبانيا كذلك متخوفة على أنها تطرح الملف المغربي، يطرح الملف في اللجنة المشتركة المقبلة. إذن هنا تنقول على أننا دخلنا لمسار آخر إخواني أخواتي، وبالتالي مطلوب منا على أننا نكون في تعبئة شاملة وراء قرار جلالة الملك محمد السادس نصره الله، وبالتالي نتمنى الحكومة المقبلة اللي غادا تجي في حالة ما تأجلت هذه اللجنة المشتركة حتى الحكومة المقبلة على أنها تكون صارمة في الأمور، وبالتالي بعد الصحراء المغربية نرى ملف سبتة ومليليا محطوط أو يعني موضوع على طاولة المفاوضات. وهذا هو تخوف كبير ديال إسبانيا، وبالتالي خلاها كتلعب وراء الكواليس، وأنا متأكد على أنها ما غاديش تنجح في هذه الأمور إخواني أخواتي. هذه هي الكواليس، هذه التفاصيل اللي دايرة حاليا، تصعيد إسباني، رد مغربي قاسي، وبالتالي إخواني أخواتي فنحن كمملكة مغربية وكمجتمع مغربي وراء جلالة الملك أصبحنا قوة، وكنا الحمد لله قوة من زمان، ولكن الظروف ومتغيرات هذا الوقت حاليا تفرض علينا أننا نزيد الرفع من القوة ديالنا إخواني أخواتي، بالتلحم ديالنا وبقراراتنا وبكل شيء وبكل بالتضامن ديالنا وبكل شيء إخواني أخواتي. هذا فيما يخص سبتة ومليليا وإسبانيا والمواجهة وبداية المواجهة. نتمنى على أنني كنت وفقت في هذا الجانب حتى لا أطيل وأعرج على الموضوع الثاني والمفاجأة الكبرى المنتظرة من العيار الثقيل، وهي يعني المملكة المتحدة أو إنجلترا. مشكورة هنا إخواني أخواتي، هناك إشارات جد قوية تشير على أنه المملكة المتحدة تستعد لأن تعترف بشكل رسمي بالصحراء المغربية، نفس القرار الأمريكي، وبالتالي من المنتظر على أنه تكون هناك قنصلية كذلك للمملكة المتحدة بالأقاليم الجنوبية وبالضبط بمدينة الداخلة. هذه إشارات، وهذه يعني من المعلومات اللي كنحاولوا اننا نقلبوا ونشوفوا شويه، والحمد لله مشكورين للناس اللي كينصحونا وكيفيدونا في هذه المعلومات هذه. وهناك يعني تنقول لانه خبر شبه رسمي، غادي ننتظر ان شاء الله، لانه الولايات المتحده عفوا لانه المملكه المتحده بعد الخروج ديالها من الاتحاد الاوروبي في 2021، وهذا غادي يكون بشكل رسمي، وبالتالي هي سبق لها وفعلت اتفاقيات مع المغرب من قبل فيما يخص مجموعة من القطاعات إخواني أخواتي، على رأسهم قطاع الفلاحة، الصيد البحري، مجموعة من القطاعات. كذلك خصنا نعرفوا لأنه مجموعة من الشركات الإنجليزية اللي هي كتشتغل في المغرب وعلى رأسهم التنقيب على الغاز وعلى البترول وعلى مجموعة من المعادن، وبالتالي عندها يعني امتياز كبير من حيث الرخص اللي كتمنحها المملكة المغربية فيما يخص التنقيب عن المعادن اخواني اخواتي. هنا كنأكد على انه الموقف الانجليزي قريب ان شاء الله، وغادي تكون الضربه القاضيه كذلك، وهذه من الامور اللي هي تهي قريبه، وربما غادي نسمعوها، استسمح الناس اللي غادي يسمعوها حصريا على قناه مغرب الرسل. هناك يعني في فرنسا وراء الكواليس من يؤكد على انه حان الوقت لفرنسا ان تعترف كذلك
وتنزل الرأي ديالها بشكل مباشر. كنعرفوا على أن فرنسا يعني دائما مع المغرب ودائما كتضامن مع المغرب، ولكن قرار رسمي مازال ما شفناهش. وكنعرفوا لأنه حتى في مجلس الأمن دائما فرنسا كانت واقفة إلى جانب المغرب وإلى جانب المملكة المغربية وإلى جانب الشعب المغربي. هذه أمور لا ننكرها، ومشكورين الخير اللي لقينا في فرنسا ما لقيناش بعض الدول. إخواني أخواتي، هذه حقيقة لا يجب أن ننكرها، وبالتالي هاد الناس مشكورين. وبالتالي كذلك أنا أقولها في هذه القناة وفي هذا الفيديو على أنه هناك أخبار تشير على أنه فرنسا كذلك يعني في تريث تام، وغادي تعرف إن شاء الله بشكل رسمي، وغادي تنزل الخريطة كاملة في جميع إداراتها إن شاء الله. غادي نصبروا شوية، وإن كان القرار الإنجليزي أقرب إخواني أخواتي، وربما نشوفوه في الشهور الأولى من 2021. هذا هو المعلومات اللي عندنا اليوم إخواني أخواتي فيما يخص المواجهات والصراعات اللي بادية. احنا الحمد لله غادي نبقاو دائما رهن اشارة بلادنا كذباب الكتروني مقتنع وعنده قناعات وكيدافع على بلاده وكيدافع على قيم ديال المجتمع ديالو. قبل ان اختم، لا انسى التضامن مع الاستاذ المديمي اخواني اخواتي. تضامن القناة وصاحب القناة ومتابعي القناة تضامن لا مشروط، ولا نثق ان شاء الله في براءة الاستاذ المديمي، وبالتالي لا نثق في مؤسسات المملكة ومؤسسات القضاء، ولا نثق في الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حتى تكشف حقيقة الوثيقة المزورة. وبالتالي نطلب براءة الاستاذ المديمي، ونحن متضامنين معه دون قيد او شرط. هذا ما لدينا اخواني اخواتي في هذا الفيديو، ان شاء الله انتظرونا في فيديوهات لاحقة. إخواني أخواتي، نتمنى على أنه جميع القنوات يهضروا، لأن هناك تصعيد ضد الدولة المغربية وضد المملكة المغربية، وبالتالي خصنا نموضوع نهضروا حنا كقنوات وندافعوا على بلادنا. شكرا لكم إخواني أخواتي، تحية لكم منا كاملين كلكم، كنبغيكم كلكم، كنحترمكم. إلى فيديو لاحق إن شاء الله، تحياتي لكم من هنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.